كان سعد بن سالم بن علي الفهيدة المري. والتوقيت الزمني الخليج 7:53:50 جزء من الثانية. وثالثا كان الطناوي فهد بن سعود المديني، توقيته الزمني 7:53:57 جزء من الثانية. ورابعا محمد بن سالم محمد بن مخيت المري مع الهرماس. وخامسا كان وصول في هذه اللحظات، تهانينا وألف مبروك. إذن في هذه اللحظات أنقل المايك إلى الزميل علي بن فالح البلوي معلقا وواصفا لشوطنا القادم. وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم الجميل، أحييكم ضمن هذا الكرنفال وهذا العرس التراثي مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. متابعينا الكرام، هكذا أشواطنا متتالية متواصلة مستمرة، شوط يليه الآخر لتعلن انطلاقة الشوط التاسع والخاص بفيات الإبكار، اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. انطلقت الأمنيات، انطلقت الطموحات، حيث انطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تمثل شعارات ملاكها الطامحين والطامعين بذلك النوماس. متابعينا الكرام، مقدمة الشوط والمركز الأول أتابع الانطلاق مع المتحدة وأبناء حايل. رفيع بن سميحان بن حمدان الشمري يقدم لنا المتحدة على الصدارة وعلى المركز الأول، هي من تقود الركب. متابعينا الكرام، النقلة إلى المركز الثاني حيث الحضور حيث الوصول، وصلت مقادير محمد بن راشد بن جلمود الفهيدي المري يقدم لنا مقادير على المركز الثاني. تنطلق في مركز الوصافة النقلة إلى المركز الثالث، أتابع الحضور أتابع الوصول، وصلت هامة هامة على المركز الثالث. خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح يقدم لنا هامة على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من الغالية الغالية على المستوى الرابع، تتقدم يقدمها جار الله بن جابر بن جار الله النابت المري، يقدم لنا متابعينا الكرام هذه البطلة هنالك الغالية على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس ومن تحت للمركز الخامس القدوم من العنود، العنود على المركز الخامس وحمد العصري بن محمد العامري من يقدم لنا العنود على المستوى المركز الخامس. هكذا هو النداء الأول، من هنا تحول إلى الصدارة إلى المركز الأول. لكم يا أبناء حايل من يتقدمون ويحددون هذا المسار الكبير. ارفيع يا رفيع يا ابن سميحان يا الشمري، يقدم لنا المتحدة على الصدارة وعلى المركز الأول. متابعينا الكرام، تنطلق بانطلاقها تندفع باندفاعها الكبير والمميز، يقدمها رفيع بن سميحان بن حمدان الشمري. ولكن القدوم في هذه اللحظات، وصلت مقادير مقادير مقادير، وصلت مع المركز الثاني محمد بن راشد بن جلمود المري من يقدم لنا مقادير على المركز الثاني. ياهي من شعارات
بدأت تقترب في هذه اللحظات. شعارات لها صولاتها، لها جولاتها في مختلف الميادين، أسماء كبيرة، شعارات عملاقة، مضمرين عمالقة أعلنوا تواجدهم في هذا الشوط الغير عادي، في هذا الشوط الغير هادي. ولكن أبناء حايل على الصدارة يتقدمون، أبناء حايل ينطلقون مع المتحدة يرفع. ركز يا بن سميحان، ركز، ارفع بن سميحان. الشمري على الصدارة وعلى المركز الأول، ولكن التغيير من مقادير يا قلب العنا، مقادير غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، ما بين مقادير وما بين العنود وما بين أيضا هنالك الحذر، الحذر ولعت 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 ولعت، ما بين الكبار ما بين العمالقة، ولكن عنود الصيد وابناء الإمارات على الصدارة صامدين. مقادير مع المركز الثاني، المركز الثالث خبر علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن العنود والعصاب الأبطان مع آخر الأمتار، حمد بن العصري بن محمد العامري انطلق إلى بر الأمان، انطلق إلى النوماس بدون أي أوامر. لا والله طارت يا العامري، عمار يا النوماس، عمار يا الانتصار، النوماس يغادر إلى دولة الإمارات. بسم الله على هذا العرض الكبير، العرض الممتاز مع عنود الصيد. تهانينا والنماس والف مبروك لمالك العنود حمد بن عصري بن محمد العامري. المركز الثاني مقادير وصلت مع المركز الثاني محمد بن راشد بن جلمود الفهيد المري. المركز الثالث إذا تهانينا والنماس لمالك العنود حمد بن عصري بن محمد العامري. 7:52 86 جزء من الثانية، هكذا كان توقيت العنود لحصول الخط النهائي. ثانيا مقادير محمد بن راشد بن جلمود المري 7:55 16 جزء من الثانية، وثالثا من حلت الحذرة مع المركز الثالث. متابعينا الكرام، الحذرة بالفعل مع المركز الثالث هنالك، مع شعار عبد الله بن سالم بن هيم الهاجري 7:56 13 جزء من الثانية. رابعا شعار خالد بن عبد الله بن راشد بن قراحة مع هامة 7:56 89 جزء من الثانية. وخامسا شعار سعيد بن علي بن سعيد بريس المري مع الضبي 7:57 28 جزء من الثانية. تهانينا وأنف مبروك لمالكي هذه البطلة العنود.